احنا بنتكلم على نوع من انواع التحرش، من انواع الشكل، من اشكال التحرير، هو اللي ماشي في السوق او هو ده المطلوب. كيف حدث ومن وراءه؟ مصر اليوم بتعمل له قسم لوحده اصلا. بس احنا كنا بنعمله في المرسم من غير ما نطلق على الاسم. يعني انا زمايلي اللي بياكلوا خدوا الاولاد ده في القصه دي. خدت المركز بتاع الاردن ده. انا خدت يا ابني، ايوه مركز الاردن. خدت يا ابني، قال لك خدت. قلت له يا دي طب ما انا بعملها. انت بتعملها في الخبر. كنت بتعملها تحت اسم الصحافه اللي انت بتعملها في الخبر. يعني لما بقول لك لما يجي واحد يقول لي شالوا فلان وانا عارف فلان ده تقله. هنشر ولا اتاكد من المعلومه؟ اتاكدت اروح نشر او بلاش. انا عارف ان في الدرب عند مي قرار هيطلع كمان يومين او بلاش. في الافق في كلام. يعني انا هقول لحضرتك كان في حاجه اسمها منتدى الحوار الوطني مش بتاع المجلس الوطني، حول رؤيه مشتركه للملف المياهي. حلو. شهر و100 واحد شخصيه عامه وزلاوله وزناوله ماشي. قعد ثلاث ايام في الاخر قال لك ايه؟ في توصيه بانشاء جهاز قومي للدرب. حلو. الكلام ده انا كتبت من سنه 19 ابريل بعد فشل المفاوضات شرم الشيخ. فقلت في تقرير قدام الرئيس يقول انشاء هيئه سياديه للدرب تتبع الجيش مباشره ويتم توفير لها التزامات الخاصه لا تخضع لكاميرا مركز الحسابات ويتم تنسيق كافه الوزارات المعنيه وتكون قرارات هذه الهيئه ملزمه وان تكون هناك اليه من كل اللي هم قالوا لهم الخميس اللي فات. انا كاتبه من سنه. طب استنى بقى. اكمل؟ وفي الحته دي عايز اسال. عايز اسال في الحته دي. خلاص؟ فلما انا عملت ده تبعت فتحي ساعه ما انا نشرته زميلي بتاع الاهرام اتجنن فراح رافع التليفون قالوا الكلام ده مش صحيح لان انا الخبر اللي انا جبته ده وكان عمال اللي جبت اعمل من مطبخ لدرجه الله يمسيه بالخير رئيس التحرير السابق قلت له الخبر ده اللي عارف. قال لي هاخده مانشيت. قلت له ما تحطش اسم. قال لي هحط انا مش عايز احط اسم عشان مصادر. قال لي هحط اسم. خلاص فيش معاه خبر استاذ جاسم لو نزلته هولع الدنيا وهتكذب. انا كنت عايز اسال في الخبر اللي حضرتك قلته من شويه. الجهاز قومي بالظبط. ده الخبر الاستقصاء بقى في المفروض انا اعرف ليه هما ليه بيعملوا كده. هو ده اللي ورا الموضوع. انت راجل جميل قوي صح. انا عشان كده بقول لك ايه انا نشرته اللي انا نشرته قبل كده ده استقصاء انك انت جبت المصريين وقلت هيحصل 1 2 3 4 5 ده شكل اشكال استقصاء صح خبر. تعال انت بقى لما بقول لك ايه المجلس القومي ليه هما عملوا كده وازاي هيعملوه اللي احنا كنا بنعمله معايا خلاص. فالاستقصاء في الخبر يا استاذ يحيى انك انت اساسا لما تيجي تتابع تفاصيل خبر او تتاكد من معلومات ده استقصاء. تيجي تعمل تحليل وتقول لي ايه اللي حصل او ازاي حصل. يعني زي ما كنا بنقول حكايه الزمالك وفلول النظام بس مش كده. سؤال من المستفيد مما يحدث ومن المتضرر مما يحدث؟ انا عايز حد يفكر ويقول اتفضل. هو ممكن اسمعوا بعدين ممكن تكون القوات المسلحه مثلا عايزه دي مثلا تضرب او كده فتحاول تعمل ايه يعني كويس اتفضل. اسمك ايه؟ عمرو خالد. عمرو خالد الله يرحمه. نسيت بالمناسبه الصحفي لازم يبقى صوته عالي ولسانه طويل وواثق من نفسه ويستمد قوته من ضعف الاخرين وثقته من ضعف الاخرين وجريء وبجح وقادر ومؤدب وعنده حياه كل الحاجه ومتناقضه كل المتناقضات او لا بحيث مع ده يبقى كده ومع ده يبقى ايه؟ على كل لون يبقى تسر. اتفضل يا عم خالد. المستفيد من الزمالك من موضوع اللي حصل في ماتش الزمالك وكده طبعا المستفيد الاول هو الحزب الوطني. انت شايف كده؟ اتفضل. دي وجهه نظرك. وجهه نظري لان ايه نوع الاستفاده؟ نوع الاستفاده لان هم كان الفساد كان مهيئ ليهم في قبل الثوره. الثوره دي قادت على اشياء كتير لصالح يعني. قول يا هنسه بعدين اسمك. وجهه نظر المستفيد
مكسور. ده طرف مستفيد من ده. المجلس العسكري. ده طرف. القوات المسلحة. ما هو المجلس العسكري. أنت البعض. إيه؟ أطلع شخصية جوه. القوات المسلحة مش قادرة تحكم ماتش زي ده. ما هو ده عشان حاجات. إيه عشان حاجات. ده ده اللي يسد فيه لأن هو شهر رأي عام في حتة. لو افترضت فكرت دلوقتي أصلاً الشعب المصري في الفترة الأخيرة بيعتمد على الكورة احتمال كبير جدا. هي بتاخد قطاع طويل جدا بدا يتابع هو كل يوم في ايه؟ يا خسارة فلازم يعمل ايه؟ فانا انا ما عملتش فانا لو كنت انا اقصد يعني بالظبط يعني الا ان هو تحويل يعني الا ان هو تحويل انتباه الراي العام قضايا هامه قضايا فرعيه الى قضاء فرعيه بالظبط انا وبالتالي دور السحب الاستقصائي ان يبحث فيما وراء ما حدث ازاي التحويل ده حصل؟ دورت ما هو دلوقتي نزل فكره ان في تحويل حصل انت تثبت ازاي؟ نتكلم عن مشجعين النادي اللي هم راحوا قبض عليهم دول نشوف تشوف مين وراك مين المشجعين اللي اتكسروا ومين وراك ده طلع لك قال لك ايه في حلول النظام السابق ده واحد قال لي واحد شيء كان يرجع يحتاج الراجل عشان لو اتمشى مش عارف يا عم دماغك او لما تيجي تتعامل مع المصدر لازم يحس ان انت قوي عشان تبقى قوي لازم تبقى انت واثق من نفسك واثق من نفسك معلوماتك الاساسيه فاهم انت رايح تسال سين ايه وعارف خلفيه المكان اللي هو فيه ده الاعداد المحفوظ بحيث انك انت لما ما يديكش عيب في المكان فانت تفتكر نفسك انك انت جبت البتاع ولو جاي رايحين في الخليج عندنا خازوق قد كده مسمار طويل وليه على خشب كده الشغل ما يعجبهمش طبعا انا بحب الشغل يا خلاص فلازم تبقى محترف ولا هو في سؤال يعني احنا بنعتمد على اخبارنا دايما من وكالات الانباء العالميه طب ليه مين اللي بيعتمد؟ معلش ما تعملش يعني مصدر هي من مصدر المصادر امتى؟ ما هو انت دلوقتي مالكش مراسل في باريس وفي حدث في باريس هجيب لك احد لما كان فاروق حسني في اليونسكو انتخابات اليونسكو وراح باريس صح؟ انت ما عندكش مراسل في باريس طب انت عايز تتابع الحدث لازم تتابع الحدث من خلال الوكالات بس الميزه بقى انك انت تفصل تعرف تفهم لان مفيش حاجه وفقا لنظريه المؤامره اللي انا بتبناها ان ممكن يسرب لي المعلومه جواها سنه فانت لازم تبقى يقظ ان وانت بتشتغل في دماغك حاجه وده الفرق بين الجرايد الخاصه اللي مش عارف علما بان كل الجرايد الخاصه الموجوده في السوق طالعه من رحمه اللي عملوها من ناحيه خلاص بس هم كان عندهم قدره على الشغل في ساحه الحريه ماشي خلاص انما احنا بيحكمنا في الاول وفي الاخر وده مش موجود في الجرايد الخاصه حاجه اسمها امن الوطن وامن الوطن يعني انا ببقى عارف لما هتبعت المشكله بين الامن او استقرار المجتمع وبين الفوضى تعرف حرفتك انك ما توصلش الامور للشعب دورك كده شايف ان دورك ان انت بتوجه الناس مش دورك انك بتنقل لهم الخبر او انا بعد بأعلم الناس ولكن حرف مع الاخذ في الاعتبار استقرار المجتمع